نفسك هو شخص آخر اللي كتكتشفه عبر الزمان وعبر المواقف. من صغري كان حلمي أني نكون إعلامية. كان في الأول كنت حابة نكون مشهورة، لكن بعدها اكتشفت أن أي واحد يقدر يكون مشهور، لكن الفرق في واش تكون مشهور بدون أي غاية ولا تكون مشهور وعندك رسالة جميلة باغي توصلها للناس. الشخص اللي كيسافر بزاف الطبيعة كتختلف، يعني كلين انت كلير ماشي دارت فقط للبرد ولا دارت فقط للصيف ولا دارت فقط للجو الخريف، لا دارت لكل الفصول. لو كانت عندي قوى خارقة كنت قدرت أني نمحو كلمة عنصرية، لأن هي كتعمل هذه الحروب اللي احنا عايشينها وهذه النزاعات اللي مليها ولا ساس ولا راس كما يقولوا بالمغربي.